بغض النظر عما إذا كنت بائعاً جديداً أو تمتلك علامة تجارية بملايين الدولارات، فهناك شيء يتعين على جميع أنشطة التجارة الإلكترونية التعامل معه، وهو معالجة عوائد العملاء أو معالجة المرتجعات. دائماً يكون الأمر محبطاً بعض الشيء عندما ترى طلب إرجاع. لا يقتصر الأمر على أنك ستخسر المال من هذا البيع، بل يعني أن عميلك لم يكن راضياً عن شرائه لمنتجك. المرتجعات هي مجرد جزء من الحياة كبائع للتجارة الإلكترونية، وليس هناك سبب للذعر إذا واجهته. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى سياسة الإرجاع في أمازون وما الذي تغير وكيف يؤثر على البائعين. بعد ذلك سوف نوضح طريقة ضبط إعدادات الإرجاع. مع خدمة FBA أو الشحن من أمازون، تتولى أمازون تلبية الطلبات وخدمة العملاء نيابة عن البائعين، والتي تشمل معالجة مرتجعات العملاء. تعمل أمازون وفقاً لسياسة إرجاع العملاء الخاصة بها عند تحديد ما إذا كان العنصر المعني مؤهلاً للإرجاع. بصفتك بائعاً لا يمكنك التحكم في قبول المنتج كعائد، حتى إذا كان من الواضح أن خطأ المشترين هو أن المنتج تالف أو معيب. في معظم الحالات يمكن للعملاء طلب المرتجعات في غضون 30 يوماً من استلام طلباتهم، لكن يمكن لأمازون إجراء استثناءات لكل حالة على حدة وقبول العوائد التي تتجاوز حد 30 يوماً. بعد أن تتلقى أمازون عائد العميل، تقوم بتقييم حالة المنتج لتحديد ما إذا كان قابلاً للبيع أم لا. إذا كان العنصر غير مستخدم ولا يزال في حالة جديدة، فستعيد أمازون هذا المنتج إلى مخزونك ليتم تضمينه في طلب مستقبلي. في حالة تلف العنصر أو في حالة غير قابليته للبيع، تحدد أمازون من تسبب في الضرر، إما أمازون نفسها أو أثناء التنفيذ أو العميل. إذا تسببت أمازون في تلف المنتج، فسيتم تعويضك مقابل إرجاع المنتج. ومع ذلك، إذا تسبب العميل أو شركة الشحن في تلف المنتج، فلن تعوضك أمازون، وسيتم تمييز المنتج بأنه غير قابل للبيع. بالنسبة لأي عنصر تم تصنيفه على أنه معيب أو تالف من العميل، يجب على البائعين إرسال أمر إزالة في غضون 30 يوماً بعد وصول العنصر المرتجع إلى مركز الاستيفاء. إذا لم يعيد العميل المنتج إلى مركز شحن أمازون في غضون 45 يوماً من استلامه في البداية، فستعيد أمازون شحن العميل إذا كان قد تم استرداده بالفعل، وستقوم بتعويض البائع عن السلعة. عندما يقدم عميل أمازون طلباً لإرجاع طلبه، يجب عليه اختيار سبب الإرجاع، وسيحدد هذا المسؤول عن تكاليف إعادة الشحن سواء كان العميل أو البائع. تسرد أمازون 72 سبباً رسمياً مختلفاً لعودة العميل، والتي يمكن العثور عليها بشكل عام في الموقع. وبشكل عام يتحمل العملاء مسؤولية الأسباب المتعلقة بالتفضيل أو طلب الحجم الخطأ أو تغيير رأيهم بشأن الرغبة في المنتج، ويعتبر البائعون مسؤولون إذا أشار العميل إلى أسباب وظيفية أو متعلقة بالتلف مثل التلف بسبب سوء التغليف أو أجزاء أو ملحقات مفقودة. يجب أن تتوقع أن تحصل على بعض العوائد على مدار إدارة عملك، ولكن يجب عليك أيضا تتبع سبب إرجاع العملاء لمنتجاتك، خاصة إذا كنت تبيع منتجاً ذا علامة تجارية خاصة. يجب أن تكون على دراية بأي مشكلة أو مشكلات متكررة قد تواجهها منتجاتك، حتى تتمكن من إصلاحها في أقرب وقت ممكن. إذا تلقيت الكثير من الشكاوي المعيبة حول منتجك، فقد تقوم أمازون بإغلاق قائمتك مؤقتاً حتى تحل المشكلة. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع خوذة دراجة ويشتكي العملاء بشكل متكرر من عدم ملائمة المقاس أو تلقي مقاس خاطئ، يمكن لأمازون تعليق قائمتك إن لم يكن حساب البائع بالكامل. لذلك اكتشف ما يحدث قبل أن يمتلئ منتجك بالمراجعات السلبية. إذا كان لديك مخزون غير قابل للبيع، فيمكنك طلب أمر إزالة لإعادة المنتج إليك حتى تتمكن من فحص كل وحدة. تتمثل إحدى طرق معرفة سبب إرجاع العملاء لمنتجاتهم في عرض قسم الامتثال للسياسة في سيلر سنترال. اضغط على علامة التبويب الأداء ثم صحة الحساب، وفي هذا القسم يمكنك عرض الامتثال للسياسة. ويمكنك بجوار شكاوي العملاء الخاصة بحالة المنتج، يمكنك أن ترى أن هناك شكوى واحدة، وبعد إجراء مزيد من البحث يمكنك أن ترى أن السبب كان منتجاً معيباً، ويمكننا أيضاً رؤية الإجراء الذي اتخذته أمازون حيث تمت إزالته من القائمة.
ولإعادة قائمتك يجب النقر فوق استئناف وإرسال خطة عمل إلى أمازون بشكل أساسي. عليك أن تشرح لأمازون كيف حللت المشكلة والخطوات التي وضعتها لمنعها من المضي قدما. في سيلر سنترال انتقل إلى علامة التبويب التقارير ثم الوفاء. على الجانب الأيمن من الشاشة انقر على امتيازات العملاء ثم انقر على عودة عملاء FBA. هنا ستتمكن من إنشاء تقرير يوضح لك جميع مرتجعات عملاء FBA خلال نطاق زمني محدد، وسوف تتمكن من رؤية معرف الطلب وSKU للتاجر وASN وFNSKU والعنوان والكمية ومركز الاستيفاء والتصرف وسبب إرجاع العميل وحالة الإرجاع. انتبه إلى أعمدة الترتيب وسبب إرجاع العميل والحالة. في بعض الأحيان ضمن سبب إرجاع العميل يترك العملاء ملاحظة توضح بالضبط ما هو الخطأ أو المفقود في طلبهم. من الأفضل أن تظل على اطلاع دائم بالعائدات حتى تتمكن من اكتشاف أي مشكلات رئيسية قبل حذف بطاقة بياناتك أو قبل أن يبدأ العملاء في ترك تعليقات سلبية لك. لإدارة المرتجعات في حسابك ادخل إلى Amazon Seller Central، ادخل إلى الإعدادات وفي أقصى يسار الصفحة اضغط على إعدادات المرتجعات. سيفتح لك هذه الصفحة، فيها خيارين. أولاً اختيار تنسيق البريد الإلكتروني، أي أن أمازون عندما يطلب أحد من زبائنك استرجاع بضاعة سيرسل لك إيميل فيه روابط لقبول المرتجع أو إغلاقه أو رد الأموال. الخيار الثاني هو قواعد المرتجع التلقائية الأساسية، وهو أن تقوم أمازون بعمل إذن تلقائي لكل المرتجعات. بالأسفل هناك إعدادات رقم الموافقة برجوع السلعة، وهو رقم الإذن. اختر إذا كنت تريد إنشائه من قبلك أو من قبل أمازون. اختر الخيار المناسب لك واضغط على حفظ الإعدادات. ادخل إلى الطلبات واضغط على إدارة المرتجعات، وهذا طلب يحتاج العميل استرجاعه. هنا سيظهر لك سبب استرجاع العميل للسلعة، ومن هنا يمكنك عمل طلب تصريح، وسيسألك مرة أخرى عن رقم الإذن إذا كنت تريد عمله بنفسك أو تقوم أمازون بإنشاء رقم الإذن. اختر مثلا الخيار الأول واضغط على طلب تصريح. ستظهر لك هذه الرسالة أنه تم قبول المرتجع وأنك قمت بتصريح المرتجع، وسوف يتلقى المشتري رسالة بريد إلكتروني فيها ملصق المرتجع ورقم الإذن برجوع السلعة. وبمجرد استلامك للمرتجعات يمكنك تقديم استرداد للعميل في إدارة المرتجعات. وهنا يظهر لديك في إدارة المرتجعات أن الطلب ظهر بخانة المصرح به. انتظر رجوع السلعة وراجع حالتها ثم اضغط على تقديم استرداد. في حال قدم المشتري على أكثر من طلب استرجاع فأنت ستقوم بعمل استرداد على الطلب الذي عليه علامة خضراء ومكتوب عليها إذن تلقائي، وهو أول طلب قدمه المشتري وهنا رقم AMA أمامه. لذلك فإن هذا هو الطلب الذي ستقوم بعمل طلب استرداد له، أي استرجاع النقود للعميل. هذا طلب الاسترداد، وهنا عليك اختيار الاسترداد، هل هو للمبلغ باستثناء الضريبة، استرداد لسعر الشحن فقط أو جزء من المبلغ، وهذا تحدده أنت حسب الأضرار الموجودة في الشحنة الخاصة بك. لو اخترت المنتج باستثناء الضريبة يمكنك كتابة سعر السلعة والمشتري يتحمل مصروفات الشحن، وكتابة ملاحظة مرفقة أنك استردت المال باستثناء مصروفات الشحن، واكتب بعدها سبب الاسترجاع. اضغط على إرسال الاسترداد. لو أنك تريد استرداد لكامل المبلغ سعر السلعة ومصاريف الشحن اضغط على كلمة استرداد كافة المبلغ، وأيضا عليك كتابة ملاحظة كما هو واضح. سيخبرك بأن الاسترداد تم بنجاح وكم المبلغ الذي قمت باسترداده. شاركونا استفساراتكم بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.